بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع قصة نبوية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة من ذات المرات جاءه أعرابي فقال: جئت أؤمن بك وأتبعك وأهاجر معك. الأعرابي قال للنبي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأنا هتبعك يا سيدنا النبي وهاجر معك. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعض أصحابه بهذا الأعرابي، قال للصحابة: خذوا بالكم منه. فلما كانت غزوة من الغزوات خرجوا وجاهدوا في سبيل الله، وكان الرجل ده يا حضرات الأعرابي كان مهمته في خلف الجيش يحمي ظهور المسلمين. وبعدين النبي غنم غنائم فقسم لهذا الأعرابي قسما له، يعني عطلوا حاجة، قال للصحابة: روحوا ادوا دي لأخوكوا الأعرابي. فخدوا الغنمات دي وراحوا عطوها للأعرابي، فقال: مين عطاني ده؟ قالوا: هذا قسم قسمه النبي لك، رزق جاي لك من عند ربنا. فالأعرابي ما كدبش خبر وراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إيه ده يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمه الله لك، رزق جالك. فالأعرابي قال لسيدنا النبي: ما على هذا بايعتك ولا اتبعتك يا رسول الله، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ أمال إيه أعرابي عايز إيه؟ قال: يا رسول الله، أنا اتبعتك على أن أرمى بسهم في سبيل الله ها هنا، وأشار إلى حلقه. أنت عارف يا سيدنا النبي، أنا خرجت معاك عشان يجي لي سهم في رقبتي وأموت شهيد في سبيل الله، حتى إذا لقيت الله عز وجل لما ألقى ربنا هيقول لي: إيه ده يا عبدي، إيه اللي عمل فيك كده؟ هقول له: يا ربي هذا سهم كان في سبيلك. فسيدنا النبي قال للأعرابي: إن تصدق الله يصدق. والله أنت ونيتك مع ربنا، دي حاجة ما بينك وما بين ربنا، أنت طالب طلب من ربنا. بعد كده يا حضرات بدأوا المعركة، وبعد شوية جم الصحابة شايلين الراجل ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أصيب بسهم في المكان اللي أشار لي اللي هو الحلق. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف متعجبا وقال: هذا الرجل صدق الله فصدقه الله. الرجل ده كانت نيته صادقة مع ربنا، فربنا حقق له اللي نفسه فيه. وبعدين انتوا عارفين الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. النبي حفر له القبر بتاعه ووضعه في قلب القبر، وقال النبي بقى: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيد، أنا شهيد عليه. يا بقول يا رب، ده قتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. اللهم صل على سيدنا النبي. أدي قصة رائعة، تعالوا بقى نشوفها نتعلم منها إيه بعد ذلك الفاصل. مستمعين الكرام، أجدد لحضراتكم التحية. وأول درس زي ما ربنا علمنا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أنت ونيتك مع ربنا، نفسك تحج هتحج، نفسك تعتمر هتعتمر، نفسك يبقى عندك مال وتتصدق هتتصدق، يثاب المرء على نيته. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال لنا حاجة جميلة قوي، قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل ليصلي فغلبته عيناه حتى أصبح، يعني واحد راح ينام وهو نيته أنه يصحى يصلي بالليل فراحت عليه نومة فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. مستمعين الأكارم، أحسنوا النية وأخلصوها لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، قد إيه الأعرابي ده كان رجل جميل قوي، قدامه الدنيا ومش هيزعل ربنا في حاجة، يعني جايله غنيمة وجاله رزق من باب الله، ما خدوش ليه؟ قال للنبي: لا، أنا طالب الآخرة ومحدد الهدف بتاعه. صدق الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. المؤمن دائما عنده رقم واحد الآخرة، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يجي رقم اتنين الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. رقم تلاتة يا حضرات،
قد إيه عظم الشهادة، وإن الشهداء منزلتهم عالية قوي عند ربنا، لدرجة إن إحنا نعرف إنه شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ده مش محتاجين إن إحنا نصلي عليه وندعي له بالرحمة والمغفرة، لأنه مع أول قطرة دم تسيل من الشهيد يغفر له كل ذنوبه. يا سبحانك يا رب. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها في السنة اللي استشهد فيها دعا ربنا عند الكعبة وقال له: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في مدينة حبيبك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.